أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، برحب بيكم في فيديو جديد على القناة. وفي الفيديو ده هستعرض معاكم تطبيق كوبتيكو كيدز لتعليم الأطفال أساسيات اللغة القبطية بطريقة سهلة جدا. التطبيق بيحتوي على عدد كبير من الكلمات القبطية المصورة كرتون للأطفال ناطق بالصوت علشان يسهل عملية التعلم والتذكر عند الطفل. التطبيق دلوقتي موجود على متجر جوجل بلاي، هسيب لكم رابط التحميل أسفل الفيديو. ودي أيقونة التطبيق زي ما انتم شايفينها قدامكم بعد ما تحملوه من على متجر جوجل بلاي. التطبيق بيشتغل من غير نت نهائي زي ما انتم شايفين، انا قافل النت، مفيش الواي فاي مقفول. وهنبدأ نستعرض مع بعض التطبيق. في البداية بدوس عليه، دي شاشة ترحيب. زي ما انتم شايفين ان التطبيق بيحتوي على 6 تبويبات او قوائم رئيسية، هي الحروف والحيوانات والأرقام والألوان والفواكه والطيور، زائد إن في خلفية موسيقية شغالة في البداية بتقف عند الدخول في أي تبويب من التبويبات الستة. في البداية هندخل عند الحروف، هتظهر قدامنا بالشكل ده، هنلاقي إن فيها 32 حرف بعدد حروف اللغة القبطية كلهم، وكل حرف عليه كلمة ناطقة بالصوت. يعني حرف الألفا عليه كلمة أريه بمعنى يحفظ، لو دوسنا عليه ألفا أري هنلاقي إن في حركة في أنيميشن مع كل حرف، ودي بتتغير مع كل حرف بندوس عليه. يعني لو دوسنا حرف الألفا ألفا أري وحرف الفيتا، فيتا طبه حرف الغمة، غمة هنا غرافة الأنيميشن بيتغير أو الحركة بتتغير مع كل حرف. نقدر نعمل سكرول، نطلع وننزل بالشاشة، نشوف الحرف اللي احنا عايزينه وندوس على أي حرف هينطق لنا على طول اسم الكلمة أو الكلمة اللي موجودة على الحرف. جانجا كوجي جانجا كوجي يعني صغير. زي ما انتوا شايفين برضو التطبيق شغال من غير نت، مفيش نت خالص نهائي، سواء صوت أو حركة أو صور كله من غير النت. أول ما بنطلع على طول من القايمة دي بتشتغل معانا أو بترجع تشتغل معانا الموسيقى اللي كانت شغالة في البداية. ندوس على التبويب التاني اللي هو الحيوانات، هيظهر برضو معانا بالشكل ده. نلاحظ إن الموسيقى وقفت لحد ما دخلنا جوه القايمة أو جوه الحيوانات، وأقدر من خلال أي صورة أقف عليها وأدوس عليها بينطق لي على طول اسم الحيوان نفسه. إليفاس إليفاس يعني فيل. نقدر نطلع وننزل كده، بنمشي صباعنا بس على الشاشة، نعمل سكرول نطلع وننزل فبيشتغل معانا دايما. برضو كله شغال من غير نت، كل التبويبات فري من غير نت. زائد برضو حركة الانيميشن، يعني نبص نلاقي الحركة الأولى، الحركة التانية، الحركة التالتة، الرابعة، وهكذا. أول ما بنخرج من التبويب ده بتشتغل معانا دايما الموسيقى. التبويب التالت هو تبويب الأرقام، بيحتوي على الأرقام من 1 لحد 10 بالترتيب ورا بعض، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده بنعد 20 30 40 50 60 70 80 90 100، اللي هي الأرقام اللي من خلالها نقدر نركب الأرقام المركبة. يعني أنا عندي الأرقام الأساسية من 1 ل10، وبعد كده بنقدر نركب الأرقام من 20 لحد 100. برضو ناطق بالصوت هواي هواي، والإنيميشن شمت شغال معانا. افتو او نطلع بره الموسيقى بتشتغل، ندخل نشوف الألوان. هنلاقي عندنا تبويب الألوان في حوالي 12 لون، أو هم 12 لون فعلا. برضو الصوت ريمبو شغال معانا والإنيميشن او شغال. ات او اوت نخرج بره وندخل على تطبيق الفواكه. زي ما بأكد إن التطبيق كله شغال من غير نت، هيسهل جدا على الأطفال والكبار برضو لو حبوا يستعملوه موضوع عملية تعلم بعض كلمات اللغة القبطية. نطلع وننزل هنلاقي فيه فواكه كتيرة موجودة، أسماء فواكه كتيرة نقدر نحفظها. ندوس على اسم أناناس الفاكهة نفسها ونسمع الصوت ونردده لحد ما نحفظه كويس. لو نزلنا تحت هنلاقي برضو أصناف كتيرة من الفواكه. نخرج بره قائمة الفواكه، بتشتغل معانا الموسيقى. وآخر قائمة هي قائمة الطيور، هنلاقي برضو تحتوي على عدد كبير من الطيور. نطلع وننزل نشوف أي طائر احنا عايزين نعرف اسمه، ومجرد ما بندوس عليه ارجو بينطق لنا الصوت ونبدأ نحفظه مع بعض.
يبقى التطبيق بيحتوي على 6 تبويبات رئيسية، هي الحروف، الحيوانات، الأرقام، الألوان، الفواكه، الطيور. وفي نهاية التطبيق وأنا بخرج منه بتجيني الرسالة دي، إن أنا أقدر من خلالها ممكن نقيم التطبيق. يعني ده بيودينا على المتجر إن إحنا نقيم التطبيق، وأتمنى إن كل اللي يجرب التطبيق يقول لنا إيه رأيه فيه، ولو عنده أي ملاحظة يكتبها تحت التطبيق، وكمان يقيمه ب5 نجوم. طبعا لو عايزين تشوفوا أي تطبيقات لينا تانية موجودة على المتجر، هتدوسوا على زرار مزيد من التطبيقات. أما لو عايزين نخرج من التطبيق، فمجرد ما ندوس على نعم بيخرجنا بره التطبيق خالص. يبقى التطبيق بيحتوي على 6 قوائم رئيسية، الحروف، الحيوانات، الألوان، الأرقام من 1 لـ10، وبعدين بنطلع للأرقام الكاملة اللي هي من 20 لحد 100. كمان عندنا الفواكه والطيور. تطبيق مجمل كلماته أكتر من حوالي 120 كلمة باللغة القبطية، بالإضافة لصوت الحروف القبطية مع 32 كلمة مع كل حرف، بالإضافة للإنيميشن اللي احنا بنشوفه مع كل صورة بندوس عليها. موضوع الإنيميشن بيدي شكل جمالي أثناء التشغيل وإحنا بنسمع نطق الكلمات. كمان التطبيق بيحتوي على خلفية موسيقية هادية بتبدأ أثناء التشغيل، ولكن الخلفية دي مجرد ما بندخل على تبويب من الـ6 بتقف على طول، ولما بنرجع تاني أو بنخرج من التبويب بترجع تكمل من عند ما وقفت. كمان التطبيق فيه ميزة رائعة جدا وهتفيد جدا للي عايز يتعلم من التطبيق وخصوصا الأطفال. الميزة دي هي سنسور العبث مع التشغيل، يعني في حساس خاص في التطبيق، لو حس إن اللي بيستخدم التطبيق سواء طفل أو كبير بيدوس ضغطات كتيرة على التطبيق من غير ما يستفاد أو من غير الوقت أو المهلة اللي هو ممكن ينطق فيه الكلمة دي، بيتم إيقاف الصوت للحظات علشان بتنبه المستخدم للتطبيق إن اللي بيعمله ده غير مفيد ليه هو شخصيا. يعني الصوت بيقف مع كثرة الضغط على الكلمات أو على الصور في التطبيق، ولكن الصوت بيرجع مرة تانية للتشغيل عند التوقف عن الضغط. يعني لو وقفنا من غير ما نفضل نضغط على الكلمات باستمرار هيرجع تاني الصوت لوحده، او ان احنا نطلع لفوق وننزل الصوت بيرجع تاني يشتغل، او الحل التالت ان احنا نخرج بره القائمة ونرجع ندخل لقائمة تانية، او ممكن نقفل التطبيق ونرجع نشغله تاني. فاتمنى من اي حد هيستخدم التطبيق ما يدوسش كتير على الكلمات علشان السنسور ما يوقفش الصوت عنده. التطبيق بهديه إهداء خاص لكل الإخوة والأخوات اللي طلبوا مني سواء في مصر أو برا مصر. أتمنى إن التطبيق يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم، وزي ما قلت في بداية الفيديو إن هسيب لكم رابط تحميل التطبيق أسفل الفيديو، تقدروا تحملوه من على متجر جوجل بلاي مجانا وشغال من غير نت. ولما تستخدموه ياريت تقيموه، ولو عندكم أي ملاحظة تكتبوها تحت التطبيق. وفي نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو شاركوه مع كل أصدقائكم علشان يوصل لكل الناس محب اللغة القبطية والمهتمين باللغة القبطية. أشوفكم في درس جديد، أترككم في رعاية المسيح، وجاي خنب شويس.